يقال في تونس امطار مارس ذهب خالص، للدلالة على فوائد المطر في شهر مارس للزرع في مرحلة حاسمة من نموه واشتداد عوده. مارس الشهر الأول في فصل الربيع، يعرف بتقلباته ومفاجآته. يأتي بعد شتاء قارس تدخل فيه النباتات في سبات عميق، ثم يأتي مطر مارس بشارة خير للفلاحين، فينزل الغيث النافع ويجلب معه الخيرات، فيقول الفلاحون امطر مارس ذهب خالص، ويقال في ليبيا حافر مارس ذهب خالص، امطر مارس يطلع الزرع الكارس. للمطر في مارس منافع جمة، يغسل صدأ القمح ويحسن جودة السنابل ويزيل البكتيريا العالقة بالنبات، يساعد في القضاء على الحشرات الممرضة ويقلل فرص إصابة النبات بالعفن الهبابي، يحسن جودة الأرض وإنتاجيتها، وينقي الجو مما علق به من أتربة وغبار يسبب الأمراض للإنسان. وفي الصحراء يجدد مياه الآبار وينبت الأعشاب البرية لترعى الأغنام والبقر والإبل. وما إن ينتهي مطر مارس حتى يبدأ مطر إبريل، الذي يقول عنه التونسيون امطر أفريل يطلع السبولة من قاع البير.